وللمزيد معنا من مقرن عقاد الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة التعليم تنضم إلينا من هناك مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، بعد التحية ضعينا في أجواء انعقاد الجلسة النقاشية الآن لديك. نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم في هذه التغطية المستمرة لفعاليات الحوار الوطني والذي ينعقد بتكليف رئاسي بعد مجموعة كبيرة من الجلسات التحضيرية والتي وصلت لأكثر من 250 ساعة عمل متواصلة والموضوعات التي يتم مناقشتها خلال الجلسات التي تعقد في هذا التوقيت، وبيتم تقسيمها لثلاثة محاور رئيسية، هو المحور الاقتصادي والمحور السياسي والمحور المجتمعي. إذا تحدثنا عن جلسة اليوم فهي جلسة استثنائية تعقد بعد قرار مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه يوم السبت الماضي على أن تقوم لجنة التعليم والبحث العلمي بعقد جلسة اجتماعية وهي التابعة للمحور المجتمعي لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال من مجلس الوزراء بتكليف رئاسي من رئيس الجمهورية. فبناء عليه تم تحديد عقد جلسة اليوم وهي الجلسة الاستثنائية. إذا تحدثنا عن ملامح مشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم فيتنص على إنشاء مجلس وطني يكون يتبع رئيس الجمهورية وبيهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه ومراحله وتحقيق التكامل بينها والعمل على تنفيذها، إلى جانب الربط بين التعليم وسوق العمل المحلي والدولي والعمل على النهوض بالبحث العلمي، على أن يباشر المجلس الذي سيتم تشكيله لرئاسة ولعضوية المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، يباشر هذا المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه كإعداد ووضع وصياغة استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب، وأيضا وضع آليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب تحديد وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب. يعني حتى هذه اللحظة بتعقد هذه المناقشات للحوار الوطني داخل الحوار الوطني، ولكن من حديثنا مع المشاركين يعني تحدثوا هناك كبير، ويعني تحدث عن إجماع لأهمية تشكيل المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، ولكن الحديث بيتم الآن على بنود وأيضا يعني أهداف هذا المجلس وبنود مشروع القانون، وما زالت كما ذكرت هذه المناقشات مستمرة حتى هذه اللحظة للخروج بتوصيات نهائية يتم رفعها كيعني باقي الجلسات إلى رئيس الجمهورية للعمل عليها. وطبعا هذا مشروع هو مشروع قانون جاء بناء على توصيات وأيضا تكليف من رئاسة الوزراء. كانت هذه أهم التفاصيل، أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد الجلسة النقاشية بلجنة التعليم بالحوار الوطني، وسنعود إليك كلما جد جديد.